معانا على تليفون دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. دكتور ممدوح أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء الخير، أخباركم إيه في الشرقية؟ يعني موجة الغلاء موجودة في العالم كله، إحنا في مصر يعني ما حصلش فينا كده حتى بعد جائحة كورونا، ما حصلش الموجة اللي صحينا عليها. وفي محورين شغالين عليهم، المحور الأولاني إن إحنا نوفر السلع بأسعار مخفضة، والمحور الثاني الرقابة، والرقابة الفعالة والحازمة على الأسواق. في محافظة الشرقية الوضع النهارده هو زي ما حضرتك قلتي، هو حضرتك عارفة ان في توجيه من دولة رئيس الوزراء بمتابعة الأسعار، وهو الغرض كله هو توفير السلع بصورة مناسبة جدا في الأسواق بالسعر الحقيقي بتاعها من غير أي مغالاة أو من غير أي مبالغة، وهو ده فعلا اللي اشتغلنا عليه، وتم تشكيل لجنة كبيرة جدا بريادتي أنا، وكان معانا كل القطاعات حتى ضمينا معانا الأوقاف والكنيسة عشان يبقى في نوع من أنواع التوعية الدينية بعدم التخزين أو أخذ السلع أكثر من اللازم أو حجب السلع عن الأسواق، بجانب طبعا حضرتك عارفة المرور والرقابة على المخازن للتجار، بجانب أن احنا تم التنسيق مع الغرفة التجارية ومع وزارة التموين، بعملنا شوادر كبيرة جدا وأسواق في أماكن بارزة في كل المراكز لعرض البضاعة من التجار بسعر المصنع على طول، في مقابل إتاحة الأماكن بالمجان والكهرباء بالمجان، وبيتم المتابعة. وكمان عملنا سعر استرشادي لكل السلع ووضعها على المنافذ بحيث المواطن نفسه يبقى عارف السعر قد إيه، وكمان عملنا اجتماع مع أصحاب الهايبر ماركت كلهم والتجار الموجودين والسوبر ماركت الكبيرة، بحيث إن احنا هنتح لهم أماكن أمام المحلات بدون مقابل، مقابل ان هو يلتزم بالاسعار الاسترشاديه اللي احنا هنديها له، وتوفير جميع السلع للمواطنين بما فيها اللحوم، بما فيها الفراخ، مش بس الزيت والسكر والفول والرز، لا كمان اللحوم والفراخ وكل انواع اللحوم هتبقى موجوده، اللحوم السودانيه واللحم السوداني والبرازيلي، والاسعار النهارده كنا حتى بنراجعها، البرازيلي هتبقى في حدود من 80 ل 85، السوداني هتبقى من 90 ل 95، بحيث ان هو المواطن يجد كل احتياجاته باسعار نقدر نقول عليها اسعار مناسبه. هل الاسعار دي موجوده يعني سياده المحافظ؟ يعني احنا ما سمعناش الاسعار دي بقالها كتير، من 80 ل 85 سعر كيلو اللحمه، و90 ل 5، يعني فين ده؟ ده فين الكلام ده؟ هو طبعا موجود، هو ال 80 و85 دي يا استاذه انجي كانت 65، كانت 65 و75 دي اللي هي اللحوم المستورده. اللحوم السوداني كانت بتتباع بحوالي 75 جنيه ل 80 جنيه، هي زادت حوالي 10 جنيه، وهي موجوده برضو في انواع لحوم سودانيه كانها بالضبط لحوم صبحه، لان بيبقى ذبح يومي، ودي الاسعار اللي هي بقت متاحه في الوقت الحالي، لان حضرتك عارفه اللحوم البلدي وصل سعرها في بعض الاماكن 180 و200 جنيه، عندنا في الشرقيه في بعض الاماكن تخطت ال 200 جنيه. ما انا بسال حضرتك عشان كده، لانه فعلا اللحمه البلدي جريت. صحيح يا فندم، حضرتك ليك حق، عشان كده احنا بنحاول نعوضها باللحوم زي ما قلنا لحضرتك المستورده من البرازيل، او اللحوم اللي هي السوداني، ودي لحوم جيده جدا وبيتم رقابتها بصوره جيده جدا. وكمان ان احنا ادينا توجيه في الاجتماع اللي احنا عملناه، احنا بنعمل اجتماع شبه دوري دلوقتي، اقدر اقول لحضرتك كل يوم مع مجموعه متخصصه، ان احنا هنتيح حتى لو المجتمع المدني عايز شوادر بالمجان بس يلتزم بالاسعار الاسترشاديه اللي نديها له، هنسيبه ان هو يحط ويعرض منتجاته، حتى بعض التجار لو تاجر كبير وعنده برضه منتجات وعايز برضه لو التزم بالسعر الاسترشادي بتاعنا هنسمح له باماكن بالمجان، بحيث ان هو تبقى جميع السلع متاحة بأسعار مناسبة للمواطنين. والنهاردة كان عندي جولة في بعض الأسواق، وابتدينا نراجع سعر الزيت وسعر الفول وسعر السكر، حتى الرقابة على
المخابز يا استاذ انجي مهمه جدا. طب الرقابه اللي بيحصل عمليه يعني ايه رقابه؟ ماشي، ووفرنا والسلعه موجوده وفي رقابه، ماذا يحدث للمخالف؟ انا عايز اقول لحضرتك لو في حاله حجب او شبهه احتكار بتتم مصادره البضاعه كلها وطرحها في الاسواق بسعر الحقيقي بتاعها، وده حصل في اكتر من مخزن تم العثور فيه على بعض الرز وتم مصادرته، وبعض الزيت الطعام وتم مصادرتهم في مركزين موجودين عندنا في الشرقيه، وتم طرح المنتجات بتاعتهم في الاسواق بعد اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد التجار. وانا بقول لحضرتك الاجراء اللي تم اتخاذه دوت الاسبوع اللي فات وكان اجراء عنيف جدا، بعديها ان معظم التجار دلوقتي بيساعدوا معانا، وكلهم لما احنا طلبنا ان احنا نعمل معارض ديت كلهم تقدموا بطلب ان هم يعرضوا معانا بالاسعار الاسترشاديه اللي تم وضعها من قبل الغرفه التجاريه والتموين. احنا هي محتاجين تضافر الجهود من كل المسؤولين بصراحه، وحتى المجتمع المدني وحتى الناس، يعني مش بس التجار، حتى المواطن اللي يشوف تاجر مغلي عليه ما هو يقاطعه ويبلغ. وكمان المواطن يا فندم مش مطلوب انه يخزن اي سلعه، بالظبط دي نقطه مهمه، او ياخد حاجه اكتر من الاحتياج برضو عشان نخلي السلع متوفره في السوق. ما هو عارف انا طبعا انا ضد التصرف ده، ولكن هي الناس بتخاف، بتبقى خايفه، بيحصل كده حاله يعني خوف، فببقى انا عايزه ايه اخلي اكلي بتاع شهر رمضان موجود جنبي. هو حضرتك ما هو من خلال حضرتك احنا بنطمن المواطن ان السلع متوفره، ان هي فعلا متوفره، دي حقيقي فعلا السلع متوفره. هو اللي ممكن يحسس المواطن انها مش موجوده ان يحصل نوع من انواع حجب السلع من التجار، او نوع من انواع الاحتكار لبعض السلع، وهو دوت اللي احنا بنشتغل عليه بصرامه شديده جدا من كل الاجهزه اللي موجوده، والتعويض عنها بمنافذ القوات المسلحه والشرطه والغرف التجاريه وبعض الشركات الجاده المحترمه، بجانب طبعا حضرتك عارفه التموين بيوفر السلع باسعار مناسبه جدا موجوده في الاسواق. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.